المدينة ونعود لنتواصل في صباح الشروق. في دفق وادع وحالم لجمال الطبيعة وسحرها الخلاب الممزوج ببساطة الريف وألاق الحضر، ترقد وتتمدد في حنو فاتن على خدر النيل العظيم، درة العقد النضيد لمدينة الدامر، منطقة العقد، منطقة مثقلة بتاريخ تليد وحضارة شاهدة بآثارها وحفرياتها الشاخصة، ومعتقة بأصالة تتحدى برسوخها وصمودها تيارات وإفرازات العولمة السالبة. إذن من أين جاءت مفردة العقد؟ ومن هم أهلها؟ ولا أي جد ترجع أصولهم؟ تستأثر العقد بمكانة سامية ورفيعة في قلوب ووجدان أهلها وساكنيها والمجاورين لها وحتى أولئك البعيدين عنها، وهي بالقدر ذاته تستحوذ على احترام وتقدير ومحبة أهل الدامر ونهر النيل. فما بين أصالة معدن الإنسان وعتاقة طيب المكان تسمو العقد علوا ورفعة بفضل قوة ووحدة البنيان العتيد الشامخ على مر العصور والأزمان. ولا يمثل إنسان العقد الموسوم بمكارم الأخلاق ونبل الصفات والسجايا السمحة لشخصية السودانية الفذة حالة انتماء يضيق بها المجال والأفق بسبب النعارات والجهويات، بل تتسامى وتعلو عنده روح الانتماء الصادق للوطن وعاطفة العشق الجياشة لأهله وشعبه في كل مكان. الحكمة والرأي السديد ووحدة الجماعة سمات وملامح أصيلة تشكل بقوة حضورها طابع العلاقات الاجتماعية داخل العقد بصورها الحية والناطقة في التواصل والتكافل والتراحم. ولعلها هي التي قادت أهل المنطقة لاستحداث وابتكار أنموذج أصيل وأمثل في إدارة الشؤون الأهلية والاجتماعية ورعاية مصالح العباد عبر نظام التكيب الأشبه بمجلس الحل والعقد والمرجعية الشورية والتنفيذية والواجهة البرلمانية والتشريعية فيما يتعلق بشؤون الإدارة والتخطيط والإرشاد والتوجيه والتطوير والخدمات. ويتألف نظام التكيب ولجنته التنفيذية من ممثلين للأسر والبيوتات الكبيرة بالعقد، والذين ينتخبون وفقا لأسس شورية وطراد وتوافق تام. وتنعقد جلسة التكيب بالعقد بصورة شهرية راتبة وجامعة يترقبها وينتظر قراراتها أهل العقد فيما هو مدرج في أجندتها. يحتضن فعاليات وأعمال جلسات التكيب مسجد العقد العتيق الذي يعتبر هو الآخر مؤسسة دينية دعوية واجتماعية شاملة وقبة برلمانية لشؤون نظام التكيب ووجهة سيادية مفصلية حاسمة في كافة المجالات الحياتية. نظام التكيب الاجتماعي بالعقد انبثقت منه جمعية الوحدة التعاونية بالمنطقة، والتي أحدثت في ظل التكيب تحولاً اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً عظيماً، فهي التي أدخلت أول عربة نقل للمواطنين بين مدينتي الدامر وعطبرة، حينما كانت الدواب والأرجل هي وسيلة التنقل بين المدينتين. ويشمخ التكيب بمشروعاته وبرامج تغييره الاجتماعية الشاملة التي أنجزها خلال نصف قرن من الزمان كشارة عزة ومفخرة تزدان بها صدور أصحاب الفكرة والمشروع. التاريخ بإهابه وجلاله أنصف العقد وحباها بكنوزه وأسراره، أما متغيرات الجغرافيا والطبيعة فقد جعلت منها محاط شرقا وجنوبا بمشاريع الاستثمار ومصانع الأسمنت في منطقة سميت بالمربع الذهبي. لذلك أينما تذهب بك الأنظار والأبصار في سماوات وآفاق العقد تتزاحم عليك المداخن مع المآذن، بينما تشدك أشعار الحماسة وأغنيات التراث الشعبي بإيقاعها الصاخب والساخن إلى عوالم أخرى بعيدة عن كل ذلك. وما بين هموم الزراعة والتجارة والصناعة والتفاصيل الحياة اليومية هناك لوحات زاهية وباثقة الثراء والألوان يستكمل بها أهل العقد حراكهم ومناشطهم الرياضية والثقافية. اسم أبوك حقيت تسلم يا جنان، اسم أبوك حقيت تسلم يا جنان، غرامي قدري كل ليلة الليلة أنا طلع ذهب يا ليلى، غرامي قدري كل ليلة الليلة أنا طلع ذهب يا ليلى، طمعت إن قمرنا الفوق وما جابت حد اسم الفوق الليلة
أرض العقد البكر الواعدة تجود بخيراتها. بالحكمة والعقل الرشيد أسسوا نظام التكيب، وبالشورى والرأي السديد ظل وأنجز وصمد التكيب رغم عظم المتغيرات والتحديات وتباعد الشقة بين الأجيال. وهو نظام وإن كانت براءة اختراعه مسجلة بماركة اجتماعية وحقوق ملكية فكرية لأهل عقد الخير، إلا أنه نظام من الممكن إعادة إنتاجه وتعميمه على مستوى كل الأحياء والفرقان والمدن في الوطن السوداني.